كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم راح العب لعبه بي كي اكس دي، واليوم اليوم جايز راح افرجيكم كيف تحصل على مركبه تبع السانتو اللي اسمها طبعا السانتا سليث، يعني المركبه او المكان اللي بجلس عليه السانتا وكذا. المهم جايز، طبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو بفرجيكم كيف تركبون عليها وكيف تحصلون عليها. اشتركوا بالقناه وكمان حطوا لايك لهذا الفيديو. بس والله طبعا خلي انه نبلش. اول شيء خليني العب هالباركور بيكوز واي نوت. يلا طبعا كثير متحمسه لهذا الفيديو. اوكي يلا 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 روح روح. خلص راح الوقت، مستحيل هلا اني افوز. خلص 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 والله خلص، هلا ما صار فيني اني افوز او اخذ المرتبه الاولى بهاي شو اسمه باركور. يلا يلا جو 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 جو. اوكي هل انا شو مرتبة؟ واو عليك وانا المرتبة الاخيرة، تادا. رح نعيد نلعبه مرة ثانية. على فكرة مع انه انا هلا عم بلعبه فبدي اخبركم انكم تشتركوا بقناتي اسراء جيمر شورتس، قناتي الثانية للفيديوهات القصيرة كذا تبع تيك توك مثلا، كذا تبع زبيتو، العاب زبيتو كذا اشياء، روبلوكس كمان، بيكي اكس دي كمان، كواليس تصوير الفيديوهات اللي عم صورها بهالقناة تبع اسراء جيمر اللي عم صورهم بوشي هنيك، عم بحط الكواليس تبعون. وكمان يا جماعة حطوا لي فولو وتابعوني على الانستغرام تبعي، الرابط طبعا تبعه موجود تحت بصندوق الوصف اكيد، يعني بالديسكريبشن بوكس. بدي اياكم كلكم هنيك تروحوا وتحطوا لي فولو. تادا 40 ثانية. اوكي خلينا نشوف انا شو المرتبة. وتقدمت انا للمرتبة الخامسة. المهم هلا جايز خلينا نبلش. طبعا الباركور كتير ممتع، يعني بخليني العب واعيد والعب واعيد، يعني مرة واو صراحة. اوكي سو هلا جايز رح فرجيكم كيف تحصلوا على السانتا سليف. طبعا هاي السانتا سليف، اذا كنتم مثلا هيك بيكيكس دي وشفتوا هيك شغلة بتطير بالسماء وبترجعوا وتساءلتوا شو هي هالشغله، هي يا جماعه هي مركبه الكريسماس تبع سانتا او سانتا سليف. هي يا جماعه شو بتفيد؟ اذا بتسمعوا يعني اساطير هي تبعهم، الاساطير تبع هذول اللي بيعملوا كريسماس اشياء، بيقولوا انه السانتا سليف اللي هي هذه جايز، هذه هلا رح فرجيكم. طبعا لما بتكون بتطير بتستنوها هيك لما تجي، ولما تجي طبعا بتروحوا هون لعندها بسرعه، يعني هون دائما هون بتنزل، بتروحوا لإلها وبتقعدوا بأي مكان انتو بدكم اياه. اوكي رح اقعد زي كذا. اوكي الو يعني وين ما قعدتوا، وطبعا بتستنوا هون هذا الوقت اللي بيكون كذا وتاتا خلص هلا انتو بتركبوا على سانتا سليف كأنه مطير. اذا بدكم جايز بيست اكسبيرينس فوتوا على السيلفي ولاحظوا شوفوا كيف حس كأنه أنا مسافرة وكذا، يعني كمان فيكم تشوفوا السماء كذا، لكن مو حلو إنه عم تعمل جلتشز. واو ليكو جايز فينا كذا نشوف الفضاء، نشوف كل شي كل شي، ليكو المدينة تبع بيكي اكس دي من فوق. أوه ماي جاد واو كثير واو، شوفوا 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 وكأنه على مركبة كذا عم تطير، يعني هي أصلا مركبة طبعا بتدور كذا كذا وبترجع. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم هالمركبة إذا بتسمعوا الأساطير وكذا طبعا بيقولوا إنه السانتا بيجي بالكريسماس وبيوزع هدايا وهو راكب على السليث. السليث هو هذا اللي بيكون بيجره الغزلان، إذا بتعرفوا هدول الحيوانات الأليفة، مو أليفة يعني، المهم هاي الغزلان يا جماعة هي اللي بتكون بتسوقوا للسانتا سليف. فهون بيكيكس دي لا ما عملوها يعني ما عملوا يا جماعة الشغلة هي بجرها الغزلان، لا عملوها انه
بتطير، مع انه بيكيكس دي يا جماعة حياة فضائية وفيها مخلوقات عجيبة غريبة فضائيين وروبوتات، فهني ما عملوا غزلان بتجرة، لا عملوا يا جماعة كأنه فضائية، كأنه مركبة فضائية، عرفتوا المركبات الفضائية كذا بتطير كذا، لكن هيك سانتا إذا تلاحظوا كمان موجود طبعا هدايا، أنا بوزع هدايا وأشياء سويها. تادا طبعا مرة طبعا كمان فيكم تقولوا لأصحابكم عشان تعملوا سانتاز، يعني سانتاز رايد، يعني كذا يعني جولة بالسانتا سليث، كثير بتكون ممتعة لك وكذا بتدوروا بتشوفوا عالم بيكيكس دي من فوق والبيوت. أوه لكو ورا ورا ورا، هذا بيتي، هذا بيتي جايز اللي تحت، هذا يا جماعة هو بيتي. تادا اوكي، هلا احنا عم نتوجه للمكان اللي عم ينزل فيه طبعا الطريقه زي ما شفتوا معنا، واذا بدكم تنزلوا وانتوا وسطه فهون بتكبسوا هاي، لا بتعلق، بتكبسوا هاي خلص بتنزلوا. هلا طبعا اشرح لكم الطريقه بالضبط، بتكونوا مثلا بتلعبوا خلص بدكم تروحوا لها، فبتروحوا هون وبتركبوها، لكن للاسف عندها وقت محدد ليكو، بس بيخلص هذا الوقت بتطير، يعني لا انتم لازم تروحوا بسرعه وتلحقوا تجلسون تستنون الوقت يخلص عشان هي تطير فيكم. واذا جايز ما لحقتوا يعني هون بتضلوا اوكي، اذا ما لحقتوا يا جماعه هون طبعا بتجون، اذا ما لقيتوها بتجون هون وبتستنوها، لانه هون هي دائما بتنزل، يعني هون بتنزل يا جماعة السانتا سليث، فهون يا جماعة بتجون تستنوها لحتى تنزل، لأنه عم تاخد جولة بالمدينة كلياتها، فأنتوا بتستنوها لحد ما تنزل. تا 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 ليك هي عم تطير يا جماعة فوق، ثواني ما عم شوفها. أوه هيا هون يا جماعة، وي يلا يلا بدي آخذ لها يا جماعة صورة من بعيد. والله راح صوت نزلها تدا، شو حطوا لي لهالصورة لايك ليكو، هاي اسمي وهذا رقمي اسراء جيمر 0000000. اوكي هل نزلت؟ اوه ليكو هيها وصلت، ولما بتوصل بتروحوا جايز وبتجلسوا خلص بتستنوا الوقت عشان تنطلق، يعني كأن الطيارة لما بتركبوا الطيارة مشان تسافروا بيكون وقت كذا محدد عشان تنطلق الطيارة، نفس الاشي يا جماعة هون، يعني هون ثلاثة ما بعرف كم ثواني، اعتقد 10 ثواني او اقل، ما بعرف، والله ما ادري، لو كذا يا جماعة ثواني بعدين بتنطلق، جو 3 2 1 جو زي كذا. يا طبعا جايز اعتقد هيك رح نخلص هذا الفيديو، كان الفيديو كذا خفيف طريف كذا، ولما طبعا جايز بدي كمان اقول لكم معلومه، اذا كنتوا مثلا انتوا وسط الركبه وسط الجوله وكبسوا على هاي طبعا النطه بترجعوا للمكان اللي جيتوا منه، فهمتوا؟ يعني ما في الطياره تنقلكم من هون لهون، مثلا اذا كانت يا جماعه نيتكم تركبون طياره توصلكم لمكان خاص تنزلوا، لا لما بتنزلوا بترجعكم للمكان اللي جيتوا منه. والله يعني اوكي بس قولوا ريح الكلام، قولوا لي يا جماعه اذا انتم كنتوا بتعرفوا اولريدي، طبعا هذا الفيديو للي ما كان بيعرف كمان اللي بيعرف، فيا حطوا لايك يا جماعه على هذا الفيديو اللي هو زر الاعجاب اللي مكتوب عليه اعجبني او لايك، اي لايك ات ما بعرف شو هي مكتوبه، لكن اعتقد لايك او اي لايك ات، المهم بس بحبكم كثير وباي.